عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بأتم الصحة والعافية إن شاء الله. عدنا إليكم من جديد بحلقات جديدة وتتم لدورة صيانة التلفاز العادي. طبعا الغياب كان بسبب لأسباب بسيطة، منها ضغط العمل وكثرة الانشغالات، لكن بطبيعة الحال لا نستطيع الغياب عنكم لمدة طويلة. وطبعا أنا جد سعيد بالرسائل التي تصلني في الخاص، سواء لسؤالي عن الدورات، سواء لسؤالي عن الصحة، عن سبب الغياب وما إلى ذلك. طبعا شكرا جزيلا لكل من يسأل، وتصلني بعض الانتقادات كذلك. طبعا أصحابها يعلمون أسباب هذه الانتقادات، ومنها هي مشاركة المعلومة، وهو أمر يحز في النفس طبعا، لأن هناك قوم شيوخ في الميدان، أعتبرهم شيوخ فقط لأنهم لا يتقدمون إلا في العمر، أما العلم فلا يتقدمون فيه، وهم جد منزعجون من هذه الدورات، لكن لا يهمكم. إذا على بركة الله، اليوم نحن على موعد مع الحلقة 20 من دورة صيانة واحتراف صيانة التلفاز الهادي، وهذه الحلقة تصادف الجزء رقم 2 من الفيرتيكال. جيد، إذا انتبه معي. أولا تحدثنا عن هذه النقطة وقلنا أن أبرز ما ما يتم إتلافه في هذه القطع، سواء بالكهرباء العالية أو سواء ب بالشورت في منطقة معينة، تضرب القطعة السوداء التي كانت هنا، لذلك نزعتها وأتمم بدونها. إذا سأريكم أشكال القطعة، عندما تكون هي هذه هي القطعة عندما تكون جديدة. طبعا لا يخفى عليكم أن هذه القطع تصنع في المغرب كما ترون. هذه القطع بعضها صنع مغربي، والقطع المغربية بدون بكل الحيادية هي قطع قوية جدا للغاية. إذا وجدت قطعة مغربية فركبها ولا تخف. توجد القطع الماليزية والقطع المغربية. قد تقول لماذا هذه البلدان ضعيفة اقتصاديا ولديها مثل هذه القطع؟ الجواب يا حبيبي سهل جدا، لأن اليد العاملة هنا رخيصة للغاية، وهناك شركات استغلالية تقوم باستغلال هذا الموقف لصالحها. إذا هذا لا يهمنا، فقط أشرت إليك بأن من خلال الاسم ستجد هنا موروكو كما تلاحظون. هي قطعة مغربية، وهذا هذا السيري الخاص بهذه القطعة البي 808 أو 500 أو ما إلى ذلك. هي قطع قوية جدا ويمكنك تركيبها ولا تخف من تلفها، لأنها قوية وتتحمل، وسنصل إلى هذا في فيديوهات لاحقة وليس موضوعنا لهذه الحلقة. إذا موضوعنا هو إي سي الفيرتيكال. جيد، أولا ركز معي جيدا، عندما أقول إي سي الفيرتيكال لاحظ شكل هذا الإي سي جيدا. سأريك إي سي آخر، لاحظ هذا الإي سي، ستقوم هذا الإي سي هنا لدي واحد آخر منزوع من البوردة، ها هو مثلا هو هذا، ولاحظ الفرق الشاسي بين هذا الإي سي وهذا الإي سي. هذا إي سي فيرتيكال وهذا إي سي فيرتيكال. هذا إي سي باور اسمه إس تي آر، إذن ليس هو المقصود. سنأخذ إي سي مثلا هذا أو مثلا هذا. هذه الإي سي هات كما ترى، نأخذ هذا مثلا أو هذا مثلا. لاحظ كثرة الباكيج، هذا الشكل يسمى باكيج، وهذا باكيج، وهذا باكيج. باكيج هذه المجموعة أو هذا الشكل. لاحظ معي هذه أي سي هات فيرتيكال، سنأخذ هاتين القطعتين فقط، وهذه القطعة الثالثة. لاحظ معي الشكل مختلف تماما، وهذه القطعة المركبة في الجهاز اسمها لا 78040، وهذه 7830 كما تلاحظ، وهذه تي دي أ 8174 أ دبل في، وقد تجد أيضا أ لوحدها دون الدبل في، وهي بدائل لبعضها. إذا لماذا وجدنا أو ندرس ثلاث قطع مختلفة حتى تصلك فكرة
سهلة وسلسة، هو أننا عندما نقول إيسي فيرتيكال نحن لا نقصد هذه القطعة المربعة ذات سبع أرجل، نحن نقصد منظومة الفيرتيكال وانتهى. يعني إذا وجدت هذا الإيسي فهو إيسي فيرتيكال. يظهر لك إيسي هنا كما تلاحظ، هذا إيسي صوت ليس إيسي فيرتيكال. كيف أميز بينهما؟ سهل جدا. أولا هذا المشط هنا يكون بقربه إيسي الفيرتيكال، ليس ضروري أن يكون، قد تجده في هذا المكان هنا، قد تجده في هذا المكان هنا، لكن إذا تتبعته بالملتيمتر ستجد أن هذه الأسلاك تؤديك إلى إيسي، يعني إما إلى هذا أو إلى هذا. وهذا الإيسي لديه سبع أرجل بينما هذا الإيسي خمس أرجل فقط. وإيسي الصوت يختلف من تلفاز لآخر، وإيسي الفيرتيكال يختلف من تلفاز لآخر. جيد، سنعود ونعاود ونكرر. عندما نقول إيسي الفيرتيكال أو منظومة الفيرتيكال بصفة عامة، لاحظ معي جيدا، هذين يعني هذين المقبسين من هذا المشط، هذا المقبس هذا هنا وهذا هنا، هما قادمين مباشرة إلى هذا الإيسي. جيد، بينما تغذية هذا الإيسي كما سبق وقلت في الحلقة السابقة قد تكون قادمة من الباور سبلاي، قد تكون قادمة من اللاين. إذا سنفحص هذا الإيسي، سنتتبع طريقة لنعرف هل يعني هل تغذيته قادمة من اللاين أم قادمة من الباور سبلاي. لاحظ معي جيدا، إذا هذا هو الإيسي، والداتا شيت هي التي تظهر لك جانبا هنا، هذه الداتا شيت الخاصة به، وترتيب الأرجل الخاصة به هي على هذه الشكل، بمعنى 1 2 3 4 5 في هذا الاتجاه. أي إذا قلبنا البوردة بهذه الطريقة سيكون الترتيب هو 1 2 3 4 بهذه الطريقة، بمعنى 1 2 3 4 5 6 7. جيد، هو الداتا شيت كما قلت هي التي تظهر جانبا. إذا أولا سنبدأ بقياس السلك الأرضي الذي يعني يوجد في الطرف الرابع. إذا الأرضي هو هذا، إذا الأرضي هو هذا، إذا الرجل الأولى الثانية الثالثة الرابعة. إذا الرجل الرابعة عبارة عن أرضي. جيد، والرجل يعني المسؤولة عن إدخال التيار، تابع معي جيدا، إما ستتبعها من هذه النقطة من هنا، يعني لاحظ معي السلك قادم من هذه النقطة من هنا، يعني إما ستتبع هذه الطريقة أم بهذه الطريقة. لاحظ نحن سنقوم يعني بالعودة من الإي سي إلى المحول. إذا سنقوم بوضع المجلس الأول إلى هذه النقطة وسنتتبع السلك. إذا هو هذا هذا هذا، يعني يمر هنا عبر يعني عبر مقاومة ريزيستانس من هنا إلى هنا، ثم إلى ضيود، وبعد الضيود يمر إلى يعني إلى المحول مباشرة. إذا عكسنا العملية يعني ينطلق من المحول، بعد المحول ستجد ضيود، وبعد الضيود ستجد مقاومة إلى هذه النقطة، وبعد هذه النقطة إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا. إذا هذا هو مسار تغذية الفيرتيكال. إذا وجدنا أن إيسي الفيرتيكال في هذه البوردة يتغذى من الباور سبلاي، والباور أو البوردة الصينية عامة يتغذى من الباور سبلاي، لأن اللاين الخاص بها سأقولها لك بطريقة يعني بسيطة، اللاين الخاص بالبوردة الصينية يكون غبي، أما اللاين في البوردات الأصلية فيكون ذكي ويكون له عدة مخارج ومداخل ويصعب إيجاد البدائل الخاصة به. جيد، إذا هذا كان إتماما لحلقة الفيرتيكال السابقة، يعني التغذية تحدثنا عنها وصلنا إلى الفيرتيكال. في الفيديو القادم سنتحدث عن بدائل إيسي الفيرتيكال أو أنواع أو أشكال إيسي الفيرتيكال. إذا إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.